وباش انا المره ديالي تبقى تلوز ليهم وتبقى تبين لهم الثلاجه ديالها ولا اخره وراه في شكل اخويا طلع لي الدم باش تدخل سوق راسها وانا نضربها. وكنشوف المدام ديالي دايره الروتين ولابسه كولون ولا لابسه بيجاما ومزيره على حالتها. نسيت الوليدات هادو والله اخوتي المغاربه وبسيتو تعاونتو معايا وليت نحيدو مليحه. تدارت لي القالب فهمتي، خرجت من الدار ويات مشيت بو دفعت الطلاق. دابا غادي نوضح لخوتي المغاربه بكل صراحه وبكل صدق. دابا شحال من واحد غالط تيقول لك سي محمد متعاون معها وكيصور معها والى اخره. انا ما كنتش نعرف شنو هو الروتين، انا كنت نخدم وكنجي للدار. يعني كتقول لي المدام هي اولا قبل ما نوصلوا لهادشي ديال الروتين، وتحياتي لصحابات الروتين. المهم ملي قالت لي ودي راه حنا غادي ناخذ هذا المحل اللي دابا هي ساكنه فيه، قالت لي اخويا صباح محمد يمكن لي ندير شي قناه نتعاونوا بها. قلت لها ما كاينش المشكل، بغيتي ديري شي قناه انا دابا تنخدم في الحوت، يمكن لك ديري من الوصفات كل نهار ديري لي وصفه فهمتي. المهم صافي ماشي مشكل، وافقت مع على داكشي على القناه. المهم فتحت القناه الى اخره، كتقاتل من هنا كتصور من هنا الى اخره. ملي تحولنا لسيدي يحيى كانت كتصل بشي بنات وهادي كانوا داخلين الشي ديال الجروبات كيتقاتلوا على القنوات ديالهم. انا كنسمعها كتهضر معاهم، قالت لي اختي كيفاش انت الفيديوهات تيطلعوا كذا الى اخره. المهم بقاو كيهضروا بيناتهم ما عرفتش كيفاش تفاهموا، انا ما عارف لا روتين لا والو. المهم انايا يعني انا في الصباح تنمشي للخدمه ما غاديش نبقى مع النار كامل وانا في الدار. كتنوض هي كتهضر مع صحاباتها وشوف الله اعلم كتصور الفيديوهات ديال الروتين. انا ما فيش العلم ديالي، انا ملي كندخل القناه ديالها وكنشوف المدام ديالي دايره الروتين ولابسه كولون ولا لابسه بيجاما ومزيره على حالتها. هضرت معها شوفي، قلت لها شوفي قلت لها هاد الشيء اللي انت دابا غاديه فيه راه ماشي هو هذاك، حاولي تحيدي عليك هاد الشيء وترجعي للور بلا ما نوصلوا انا وياك شي حاجه خايبه. السيدة قالت لي صافي المهم انا راه غادي نبقى نصور داك الشيء عادي من هنا الى اخره. المهم انا صافي السيدة كندير فيها الثقة وكدير فيا الثقة، خليتها كتصور. مني ولات السيدة غادية بشوية 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 بنادم غادي وكيزعم ما نكذبش عليك. انا ماشي هضر معايا شي واحد في الزنقة قال لي راه مراتك كدير ولا هادي ولا هادي، انا النفس ديالي ما خلاتنيش نصبر. يعني واخا انا عندي وليداتي باقين صغار الى اخره وما نكذبش عليك لحقات ليا العظم، لحقات ليا وصلت ليا العظم. انا وليت غادي في الزنقه وليت غادي مارق. او واش هذاك انسان عادي ولا مسحور ولا شنو اللي انت بنادم علاش يتقاتل في الزمان؟ لا كيتقاتل على مراته، قال لك تيقول لك ام راك كيقولوا لها راه تلفت تنموت على بلادك ولا على ولادك ولا على ولا على بلادك ولا منال. وباش انا المره ديالي تبقى تلوز ليهم وتبقى تبين لهم الثلاجه ديالها ولا اخره وراه في شكل اخويا، طلع لي الدم باش تدخل سوق راسها وانا نضربها. صافي كشكشت وصلت لي العظم. صافي واحد الصباح نط صافي صعر ضربتها الى اخره، وقعت الواقعه والحمد لله بعدا مني خرجت طريفه. راه كنت غادي نحيدها ما نكذبش عليك اخي الصراحه، الله يسمح لي يا ربي، راه ربي دار هو الخير، ربي كبير الحمد لله. وانا ما بغيتش نوصل لهذاك الشيء كامل قسما بالله خوتي المغاربه وقسما بربي العظيم، ما عمرني قصت شي ولد الناس ولا بنت الناس ولا اخره. ولكن هذه ملي بغات طيح ليا من الشرف ديالي ومن الكرامه ديالي ومن الشخصيه ديالي، واشنو غيبقى عندك في الحياة ديالك؟ واسد في راسك حي. انا دابا حاليا دابا انا كابطي في نفسي مزيان
قسما بالله خوتي المغاربه انا مكابطي في النفس ديالي مزيان على هادشي اللي كدير وهادشي اللي كتقول وهادشي اللي كتفعل وهادشي اللي اللي كنشوفه انايا امام العيون ديالي. زعما اش غنقول لكم؟ راه غتوصل لي العظم، راه ما غنعقلش عليها، راه ما غنعقلش عليها، ولكن قول لها حذاري 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 ثم حذاري. علاش هاد الخطر ربات تهضر ما تبقاش تهضر عليا؟ انا راه دوزت مع حياتي، دوزتها معايا، ماشي ثلاث تواخر هذه عاد وليت انا خايب. وراه بنادم خصو يحللها في عقلو. ودر هي شحال من واحد غلط تيقول لك اه سي مطمع بغى يتزوج بغى كذا، ولكن راه بالاراده بالموافقه ديالها هي. شنو كانت تدير معاكم؟ دخلوا اللايفات ديالها وديالي معاها ملي كنت باقي معاها في الدار، وسمعوا شنو كانت تقول لكم اخوتي المغاربه. سي محمد انا باغي نزوجو بالاستطاعه ديالي وبالنفسيه ديالي زعما بكامل العقليه ديالها، ولكن هاد السيده اللي كانت معاها قالت لك هذيك السيده كانت باغا تزوج بيه، حتى هي دابا صاحبتها ولا الله اعلم. يعني دازت واحد شهرين كل نهار من هنا من هنا انا ماشي طمعت فيها. دابا هي قالت لي شوف اسي محمد حنا دابا عايشين انا وياك ماشي مشكل، انت دابا راك تقارتي بخدمه الحوت الى اخره، هذه راك عارف الهضره ديال العيالات. كان انا ما خاصني لا صداع لا والو، انا ما باغي لا مرا لا حتى حاجه. بارك انت يا وليداتي بارك عليا، راه صداع الراس. المهم بقات عليا وصافي من هنا انت غادي لك مستقبل من هنا الى اخره، تزالت لي القالب فهمتي. خرجت من الدار، ذا خرجت من الدار ويا مشيت بو دفعت الطلاق. هذا هو المشكل اخوتي المغاربه، والحمد لله انا راه تنبقى راجل، يعني في الاخير تنبقى راجل. ما عمركم شفتوا عليا شي حاجه خايبه، وانا سي محمد راه كتعرفوا انسان عادي طبيعي، وانا ومازال غادي نشتي هاد الوليدات هادو والله اخوتي المغاربه، ومشيتو تعاونتو معايا وليت نحيدو مليحه، نجيبهم لعندي ونتهلا فيهم ونقريهم ونخسر عليهم حياتي نموت ونطيح عليهم، والحمد لله انا ديما خدام على وليداتي، وحاليا هكا وما كنساهمش، كنمشي كنتفكرهم وكنعطيهم المصروف والى اخره. شتو اخويا وعندي مسجل وعندي فيديوهات، هما ماشي غير انا الناس يصيفطوا لي الفيديوهات، شتي انايا قسما بالله شتي دابا يا حاليا الحومه اللي ساكنه فيها، انا عندي الاصدقاء، عندي صحابي تماك، عندي النوامر ديال صحابي، الا كانت شي حاجه راه كيعيطوا عليا فهمتي. والحمد لله ما عمرها كاين شي حاجه، ولكن وفكرتيني انا تفكرت هذه القضيه، وتحياتي لولاد سيدي يحيى وتحياتي لصحاب السكان ديال التوحيد اولا، علاش تيحبوني وتا انا كنحبهم. يعني كاين بعض الناس اللي غالطين هاد القضيه ديال الدار، انا رجعت ليها عاوتاني. يمكن لكم اخوتي المغاربه غادي تدخلوا الفيديوهات الاولين ماشي ديالي انا ولا ديال فاتحه، غتدخلوا الاشواقع وغتدخلوا شوف تي في وغتدخلوا كاع المنابر الاعلاميه. يعني كانوا الناس جاو شي بعض الصحافه اللي جاو تحياتي لهم كبيره، وجاو كيسولوا عليا في الحومه ديالي فين ساكن دابا حاليا، فين ساكنه المدام ديالي ملي تحولنا لسيدي حيا. وشوفوا الخوتي المغاربه وشوفوا دوك الناس اشنو تيقولوا عليا، اللي كتقولوا نتوما راه ما تيخدم ما تيردم، راه المدام هزاه. راه ما كاينش اخوتي شي راجل اللي غتهزو المراه على طول الزمان، وانا مزوج بها واحد المده ديال 25 سنه، واش 25 كامله غادي تكون هزاني؟ واتسنتو اخوتي المغاربه، راه شتي هاد التواخر 3 سنين ملي تحولنا لهاد سيدي حيا ودخلت هاد العالم ديال هاد اليوتيوب وهادي لاخره، السيده تبدلات ما بقاش فيا هادي. واش دخلوا الفلوس؟ انا كاع ما كنتسوق ليها من ناحيه الفلوس، وشحال من واحد تيقول لك راسي محمد طامع فيها ما تيخرمش، هي كتخص تسير عليه. خويا انت دابا راه كتشوف كلشي قدام عينيك، ارباح ديال فاتحه ما نقدرش نقول لك اخويا، انا ما كنتدخلش مع كاع في هذوك الشؤون ديالها هي. المهم هي الحاجه الوحيده اللي قايمه بها اللي باش عجبتني فيها هي ماليه في وليداتها وكتخلص الطريطه ديالها، هذا الشيء اللي كاين، وماشي حاجه اخرى راه ما تنعلمش عليها زعما حتى تخلص او هادي. وراه هي صرحت لبعض المرابر الاعلاميه قالت لهم هي يمكن لك تسولها هي،
انا دابا عندي القناه ديالي الحمد لله، وكان بغيت تحياتي اخوتي المغاربه، واللي بغى يتفرج فيه يدخل عندي القناه ديالي ديال محمد راجل الفاتحه. يعني محمد راجل الفاتحه باش تعرفوني انا، يا راني سي محمد دريويش، وهادي بغيتكم تعاونوا معايا وتشجعوني وتبارطاجيو معايا الفيديوهات وتعاونوني شويه، راه اخوكم راه قهر والحوت بصراحه. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.